شقيق احمد رفعت نجم مودرن سبورت السابق. رفعت منور الدنيا، اهلا وسهلا بيك. حبيبي يا كابتن هاني، الدنيا منوره بيك يا حبيبي، ما تفهمش منك. بعزيك اولا، ربنا يلحقنا باحمد في الجنه، وربنا يصبركم ويصبرنا شكرا جميعا، لله. آمين. ويجعل دعوات الملايين اللي مش بس في مصر بل حول العالم من نصيبه باذن الله ونصيبكم. يا رب بإذن الله يا حبيبي. رفعت، يعني امبارح مراسم العزاء يمكن شفنا المشهد الكبير قوي، وشفنا الناس من كل الاتجاهات والانتماءات كانوا موجودين. كلمني عن كيف كانت بالنسبة لك مراسم العزاء؟ يعني طبعا كانت قاسية جدا، يعني انت واقف بتاخد عز اخوك وظهرك وسندك في الدنيا، اللي ما اثرش معانا في حاجة، اللي ما اثرش معانا احنا بس ومع الناس كلها، يعني حاجة قاسية جدا. بس سبحان الله كانت خفيفة، لان هو زي ما هو مش خفيف، كل حاجة بالنسبة له كانت خفيفة. والله يرحمه ويحسن اليه. ربنا يا رب يرحمه ويحسن إليه الله ويلحقنا يرحمه. بيه في الجنة. إيه اللي أنت منتظره في الأيام اللي جاية؟ إيه اللي أنت مستنيه أنت وأسرة أحمد، والدتك، شقيقك في الفترة اللي جاية، وبتطلبوه أن يكون موجود؟ ولا اي حاجه، احنا بس محتاجين ان هو لو في حد اذى احمد يتحاسب، وان ده ما يحصلش مع حد تاني. لكن احنا لا في انتظار حاجه ماديه، ولا احنا في انتظار حاجه، ما بندورش على الكلام ده خالص. احمد يعني الله يرحمه، الحمد لله احنا مرتاحين جدا جدا جدا، واحمد يعني كمان مريحنا لسنين قدام، انت فاهمني. فالموضوع ده مش محتاج كلام، يعني هو محتاجين ان احنا اللي غلط في حق احمد يتحاسب علشان الناس التانية، مش عشان احنا. والله احمد مات، مفيش حاجة هتعوضه، مفيش حاجة تانية هترجعه، انت فاهمني. بس انا برضو في الاول كنت حابب اشكرك، وحابب اشكر كل الاعلاميين المحترمين اللي مهتمين بالقضية وبيتكلموا فيها باخلاص، بيتكلموا فيها بضمير. بس يعني فشكرا ليكم، العفو، احنا ما وده بس بنعملش اكتر من شغلنا على فكرة. حبيبي. ربنا يخليك وربنا يقدركم ان شاء الله. هو ربنا ده اللي أنا يقدرنا كنت جميعا. حابب أقوله، أو طيب اللي أنا حابب إن أنا أوضحه يعني في انت حتة. اتكلمت